مساء الخير مشاهدينا، ومرحبا بكم في هذا الحوار الجديد رفقة الفنانة القديرة لالا زينب ياسر. الأكيد اللي دائما زينب مواكبي الأعمال ديالها والجديد الفني والأعمال الإنسانية اللي كتقوم بها دائما، لا سواء مع الموسيقيين لا سواء مع الناس العاديين. فزينب أولا مرحبا بك ونورتي ما شاء الله اليوم. أولا الشكر لك ماريا الغزالة اللي ديما الحمد لله مساندانا فنيا ومعنويا بطبيعة الحال، وكنحيي القناة ديالكم شوف تيفي اللي هي القناة دائما اللي كتكون معنا واللي كتوصل صوتنا وكتقربنا من الجمهور المغربي. تبارك الله عليك زينب، الجمهور كله ما شاء الله كيبغيك، لكن زاد حب الجمهور الودادي ملي شافك هز الدرابو ديال الوداد وفرحانه لانك تبارك الله وداديه، فمبروك عليكم الفوز بالبطوله. وشنو تبغي تقولي الفريق الوداد البيضاوي والجمهور الوداد؟ اولا هنيئا هنيئا لفريق الوداد وهنيئا لفريق الرجاء، وكان احنا مغاربه كنهنيو المغاربه كلهم، لا بفريق الوداد ولا بفريق الرجاء، فكنهنيهم. وانا تعرفي انا ولادي وداديين وخوتي رجاويين، جيت كنلعب هكا كنلعب هكا، فهنيئا هنيئا اليوم هنيئا الرجاء البيضاوي الوداد البيضاوي. زينب من غير الفنانه انت انسانه وام، والاكيد على انه احنا على ابواب عيد الاضحى، فبغيت نعرف او الجمهور يتعرف على زينب اكثر، الام اللي الشقا غسيل الدواره، واش كتشوط الراس، شنو كديري في العيد؟ واش غادي نقول لك، انا كاي مراه مغربيه، انا واحد الانسانه اولا شعبيه ومربيه مع جداتي والوالدين، كندير الدواره وكندير المصارن وكنحك الراس وكندير جميع العادات والتقاليد المغربيه، كل شيء. وانت والدليل شوفي يديا، انا ماشي النوع يعني اللي نقول لك لا ولا لا، بالعكس كل شيء تبارك الله الحمد لله كنديروه من الاول للاخر، كاع العادات ديالنا والتقاليد ديالنا، وهذه المناسبه اللي كنجمع مع وليداتنا ومع العائله ديالنا. والحمد لله الظروف اللي دازت علينا بدينا الحمد لله كنتنفسوا، بالعكس انا في جميع المناسبات مرأة تقليديه مغربيه. شريتي الحولي ولا مازال؟ لا مازال، ان شاء الله هاد اليوم نجي غناخذو. واشريه كبير الدراري باغي الحوالي كبار. لا لا انا والله ما كنشريو الحولي كبير، كنبغيوه يكون زوين ما يكونش مشحم، هذا هو اللي يعني الحمد لله. ماشي كبير ماشي صغير الحمد لله. الله عليك. زينب كاين شي جديد فني ان شاء الله قريب؟ الحمد لله كاين الجديد، كاين اغاني مغربيه وكاين اعاده بعض الاغاني شرقيين، والحمد لله هما بداوا مهرجانات وبداوا حفلات. انا يلاه جيت من الحسيمه، كنا في واحد الحفل في الحسيمه، الحمد لله احنا بدينا بشويه بشويه، احنا كنتمنوا ربي يدوم علينا نعمه يا رب. تبارك الله عليك، تالق في تالق، فنانه خلوقه وطيبه والله الا عزيزه عليا بزاف، الله يوفقك. ماريا انتم عزاز، لا انت ولا الاخت اللي معك لبنى، تبارك الله عليكم، والله الا كنفرحوا ملي كنلقاوكم. الحمد لله الحمد لله، الله يطول لي عمرك. بابيك مره يطول لي عمرك. شكرا. معكم الفنانه زينب ياسر، كنبارك المغاربه من طنجه للقويره، عيد مبارك سعيد والله يدوم علينا نعمه يا ربي.